اقل من حاجه كابتن حسام. وزي ما قلت لك احنا النهارده واحنا بنتفرج على المباراه كمان بنشوف الكابتن حسام البدري المدير الفني الناجح جدا مع النادي الاهلي وهو يواجه الترجي. قبل مواجهه الترجي والنادي الاهلي كيف يواجه الكابتن حسام البدري؟ وانا متاكد طبعا ان النادي الاهلي جهاز فني ولاعبين تابعوا هذه المواجهه او على الاقل هيتابعوها خلال الايام القادمه عشان يستفيدوا من المباراه واللي حصل النهارده. تنصح ايه النادي الاهلي ان شاء الله قبل مواجهه الترجي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا؟ والله طبعا اكيد مباراه الاهلي والترجي برضو بتبقى او بتبقى موجوده النهارده يمكن في المؤتمر الصحفي اتسالت في اجزاء ويعني نقاط كثيره جدا خاصه بمباراتنا النهارده مع الترجي، لكن في النهايه كانت كل الاسئله الموجهه ليا عن اللقاء المرتقب بين الاهلي والترجي وتوقعاتي، وفي نفس الوقت شايف المباراه ازاي. بقول طبعا قلت لهم كمصري وكاهلاوي بتمنى فوز الاهلي، يعني قلت لهم انا كمصري واهلاوي وممكن الكلام ده صعب جدا ان انا اقوله وانا موجود في تونس وموجود مع فريق تونسي، لكن قلته بمنتهى الصراحه. لكن في نفس الوقت انا بقول ان مباراه الاهلي والترجي مباراه صعبه بين فريقين كبار، مباراه الدور قبل النهائي اللي بيكسبها بيصل الى الدور النهائي، فده يعني بيطغى على المباراه بشكل خاص وبصعوبه. لكن ان شاء الله انا بقول حاله الاستقرار اللي بيعيشها الاهلي واكتمال قوامه بتخليه هو الاقرب ان شاء الله باذن الله الى التاهل والفوز ان شاء الله. احنا مستنيين نشوف النادي الاهلي فرالس باذن الله يكرر مباراه 2012، واحده من افضل مباريات النادي الاهلي افريقيا يمكن على مدار تاريخه، مباراه الترجي التونسي في بطوله 2012 وقت ما كنت مديرا فنيا للنادي الاهلي. يا كابتن حسام تتذكر هذه المباراه طبعا؟ طبعا اتذكر هذه المباراه طبعا اللي بتمثل بالنسبه لي شيء كبير جدا ان حققت فيها البطوله الافريقيه انا ومجموعه لعيبه مميزه وجيل مميز، كان جيل مميز جيل بركات وحسام غالي وتريكا وائل جمعه وعماد متعب وجدته واحمد فتحي، يعني كان جيل مميز وكانت مباراه مميزه، وان شاء الله الاهلي قادر باذن الله انه يعيد هذه البطولة بإذن الله، بس هو يفكر إن شاء الله في الخطوة الأولى وهي التأهل بإذن الله وتخطي مباراة الترجي بإذن الله، وبعد كده هيبقى قدامه النهائي إن شاء الله والأهلي هو الأقرب بإذن الله. بإذن الله. طيب